السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكوب بوكس ليه أكتر من فايدة، منها مثلا لو أنا عندي فيو كبير ممكن أقسمه لأكتر من جزء من خلال السكوب بوكس. دلوقتي أنا عايز أستخدم صندوق آخر، ألا هو إن أنا أربط السكوب بوكس بالليفيشن بالجريد. فمثلا هاجي هنا وأبدأ أكرر دول، هاخد مثلا الليفل دوت وأقول له إن أنا عايز أعمل له كوبي وأقول له كونسترين مالت إيبل وأروح واخده بالشكل دوت. وهنا هبدأ أرسم جريد، وهنا برضه هرسم جريد، ممكن أسمي ده مثلا إيه، وأقدر أخد ده كده كوبي. طيب دلوقتي خلينا نرسم بقى سكوب بوكس من فيو، هقول له سكوب بوكس وابدا ارسم سكوب بوكس بالشكل ده. طيب بعد كده هاجي اعمل سيلكت على كل الجريد في المشروع واقول له ارتبط بالسكوب بوكس ده، هتلاقي ان هو اتغير او في حاجه تكون كبرت او صغرت وهكذا، تقدر تتحكم فيهم من خلال السكوب بوكس ده. تعال نخش في الاليفيشن ونشوف ايه المشكله اللي ممكن تحصل. تمام، طيب هعمل سيلكت على كل دول واقول له خلي ده تبع السكوب بوكس اللي اسمه انا، في بعضهم رفض. تمام دول رافضين. طيب خليني اخش كده في 3D نفهم سبب المشكلة. هنلاقي السكوب بوكس ممكن ميكونش في بعض الحاجات هو ملبس معاها، فابدأ اعدلها بالشكل دوت. اعمل سيلكت بقى على التلاتة دول واقول له خد السكوب بوكس جم بالشكل ده. ندخل في الايست نلاقي ان مفيش حاجه ظاهره، كل الليفلات اللي ارتبطت وكل الجريدات اللي ارتبطت بالسكوب بوكس مش موجوده. طيب خلينا نيجي هنا ونيجي على السكوب بوكس واقول له فيو فيزبل، والاقي ان فعلا هي معموله ان فيزبل في الليفيشن. فممكن ارجع اعمل سيلكت كده على دول واقول له خلي دي فيزبل، اقول له اوكي. تعالى نيجي هنا هنلاقي ظهر بالشكل دوت وكل الليفيشن دلوقتي ظهر معايا. لو انا علقت على السكوب بوكس في اي لحظه ومشيت كده او غادلت كده بيبدا يتعدل معايا بالشكل دوت، فده بيديني تحكم اكتر في المشروع بتاعي.